مو كل آدمي يفهم. انت شلون تبين اكلم بعيالي يتوسط حق ولدك بالمديريه وهو اللي شاكي عليه؟ ريلك مشتكي على ولدي؟ هاي انتي هاي شنو ريلك؟ لما تبين طارب عيالي تقولي العم ابو احمد، سمعتي؟ حقك علي، حقك علي يا ام احمد، حقك عليه. قلت هالحكي من حر ما فيني على ولادي. وانا ولدي من امس طلع لي والحين ما ادري عنه، يعان شبعان عايش ميت. الله يرد سالم غانم لك ان شاء الله. دعوتك ما نبيها، خليها حقك. صج انكم منكر حسنة وما تستحون، كل اللي سوى لكم بعيالي وسويتوا فينا كذي. ما طولي بالك، لا تكلمي المره كذي وهي ببيتنا. ورب البيت العتيج ما ندري عنه شيء، من يانا وعطانا هالبيزات وخلاهم ببيتنا وطلع، ما ندري عنه، ما ندري عنه. شنو؟ انشقت الارض وبلعته؟ صدقكم حراميه وبواقين ما تستحون. ولا تدرين شلون؟ ما ينفع معك. يلا طلعي، طلعي من بيتي. لا بركه يمه، طلعي. يمه لا تسوين بالمره كذي يمه. ما علي خالتي، امي من غياب احمد صار فيها كذي. ما علي حبيبتي، قومي خالتي قومي. وصمخ كلاب ما تسمعين، يلا طلعي من بيتي. صج هالاشكال ما ينفع معاها الطيب، قطيعه. انت تدري لما سالوه بالمديريه عن الجرح اللي بعينه ما يبطال ولدك؟ انا اللي محيرني اكثر يا ابو سعود، انه شلون يقول المديريه انا تعرجبت وطحت على بطل وتعورت عيني. اي هذا معناته بيحمي ولدك؟ ليش ما بيحمي نفسه من التهم اللي عليه؟ ها والله، يعني اذا قال بالمديريه ان احمد هو اللي طاقه بيصير هو اللي عايل. اي قالوا له كذي، قالوا له نفس الحكي، قالوا انت سويت السالفه هذه علشان تاخذ ثارك منه. بصراحه يعني انا بقول لك شغله، انت استعجلت وسمعت شور عبد الكريم واشتكيت على الولد وابوه. يعني شلون اخلي ولدي يروح؟ ما تخليه، بس انا خايف انك ظلمته، والظلم ظلمات يا اخوي. تسمع شوري روح اسحب الشكوى. شلون؟ هذا حكي جديد، يعني شلون؟ اخلي ولدي يروح مني ببلاش؟ انت ما ترضى؟